معايا الشيخ عبد الغني الهندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. اهلا بيك فضيلتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سلام. يعني عايزين حضرتك تنورنا لانه هذا الموضوع اثار جدل بالغ منذ الامس، مش بس يا دكتور على الصعيد الشرعي، ولكن على صعيد اقتران لقب الداعية بفكرة التربح والنشاط المالي. فهل حضرتك اولا سمعت عن عمرة البدل دي؟ هل سمعت عن هذه القصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا يعني بحذر من الوضع اللي احنا وصلنا اليه بالنسبة للدعاة، ما يعرف بدعاة التيك توك ودعاة السوشيال ميديا ودعاة الفيسبوك. هؤلاء الدعاة اللي لا نعرف لهم منهجية علمية، ولا نعرف هم درسوا على مين، ولا تعلموا العلم منين، ولا العلم اللي هم، ولا الكلام اللي هم بيقولوه. كل ما هو معتمد بالنسبة للناس ان هو عنده عدد بالملايين على صفحته. وده وحضرتك تعرف تماما ان دي اصبحت صناعة، يعني صناعة طبعا. المتابعين ده صناعة. ويمكن انا حذرت على المستوى كمان انا شفته، ما تنساش بقى تعمل لي لايك وتعمل لي مش عارف ايه، لان ده بتعد طبعا. ده غير ان هو منهجه سلفي قح، سلفي متشدد. سلفي احيانا بعض الاراء لو حضرتك تابعت متطرفة. وذكرت ده فيما يتعلق بالفنون، بالتعامل مع المرأة بمنظور ضيق جدا للاختلاط بغيرها من الاشياء، وظهر علينا بمزيد من التحف. انا سعيد جدا ان حضرتك بتتناول الامر من ناحية فكرية، يعني من ناحية فلسفية وفكرية. عشان كده بس انا هوضح حضرتك، انا يمكن حذرت من فكرة المحتوى الرقمي الديني، وبكتب في الموضوع ده وعندي امور منشورة من سنة 2014، وللأسف الشديد لازلنا الى الان حتى على مستوى المؤسسات احنا تركين هذا الموضوع. مفيش قيادة الخطاب المحتوى الموجود على السوشيال ميديا وعلى الانترنت للأسف الشديد أكثر من 94% منه ليس له علاقة لا بالدين، وليس له علاقة بصحيح، ولكن له علاقة بالحقيقة بفكرة التسويق الرقمي للمحتوى اللي بيقدمه الأشخاص. ودي بيت القصيد في الكارثة. القضية بالنسبة للموضوع أن يحج إنسان عن إنسان أو يعتمد على إنسان، الأمور الشرعية أمور لها علاقة بالأمور الإيمانية، والإيمان ما وقر بالقلب. والقلب يعني الحالة الروحية والحالة الإيمانية والحالة القلبية، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نية المرء خير من عمله. الأمور الروحية والأمور القلبية عندما تتحول إلى أمور بيزنس وأمور تجارية، هذا أمر خطير جدا على الدين وعلى من يعملون في مجال الدعوة الإسلامية وعلى الأشخاص. وأنا أحذر هنا يعني شبابنا وبناتنا وأولادنا، لابد من تحري من يأخذون عنهم هذا الدين العظيم وهذه الفتاوى. الأمر ليس بهذه السهولة. إن أنا دلوقتي نظرا للمحتوى الرقمي اللي موجود بقيت أدخل على شيخ جوجل أسأله، دلوقتي كمان ما بقاش الشيخ جوجل، دلوقتي تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشات جي بي تي. لما حضرتك تدخل دلوقتي تكتب أي موضوع على الشات جي بي تي عن الإسلام وعلى فتاوى الدينية بيطلع يكتب لك على. وده احنا انا بحذر منه او اولادنا هذا المحتوى، احنا مش عارفين مين اللي وراه، مين اللي بيكتبه المحتوى. يعني دلوقتي حضرتك جربت حتى الشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي بيفتي. ايوه انا دي الموجه الثالثه بقى من الدعاة الذكاء الاصطناعي. حضرتك المحتوى الاول من الثمانينات في محتوى رقمي متطرف امتياز ليس له علاقه بالصحيه، دي من التمرينات على فكره. بيطرح طبعا. على هذه كان شرايط كاسيت، وبعد كده بقى قنوات تلفزيونيه، قفلنا القنوات التلفزيونيه وانتهت شرايط الكاسيت، دخلنا في الفيسبوك واليوتيوب وغيره، وصلنا للتيك توك، وبعدين دلوقتي بنتكلم على الذكاء الاصطناعي وتطبيق، ولسه كمان هيبقى في تطبيقات كبيره جدا للذكاء الاصطناعي في المستقبل. عشان كده لابد على الجهات العاملة في مجال الدعوة الإسلامية أن يكون هناك مشروعا كبيرا لمراقبة ومعادلة هذا المحتوى، الحضور يقابل بحضور. جميل. طب جميل جدا. طب ففضلتك طب نوضح بس في الحتة دي تحديدا. هو بيقول أنه عمرة البدل دي نظير مبلغ 4000 جنيه. أنا بسأل حضرتك سؤال، هو أي حد ينفع يعمل عني عمرة؟ لا طبعا.
وان كان من اجل امانه الطرح هو بيقول ومن اجل امانه الطرح ده لو حد مريض لا يرجع بره او حد عاجز لا يستطيع الذهاب او حد متوفي، لكن هو اي حد يستجى. انا هوضح لحضرتك هؤلاء صائدي العادات والفتاوى عشان يحولوها الى بيزنس. هقول لحضرتك الموضوع بالظبط. لما حضرتك تدخل على اي جروب من الجروبات الموجوده على السوشيال ميديا، سواء على الفيسبوك او تويتر او اي جروب موجود او حتى على الواتساب، لما حضرتك تدخل على جروب ويبقى عندك حاله وفاه او حد عايز تعمل له عمره وبتكتب، بتجد فيه افراد كثيره جدا بيتطوعوا موجودين داخل المملكه العربيه السعوديه بيقوموا بعمل العمره. الكلام ده على فكره بقى لنا حوالي 8 سنين 10 سنين بيحصل، وبيجيبوا صوره وهو بيأدي العمره فبيجي ينشر هذه الصوره باعتبار ان ده امر عادي وطبيعي وبيناله الصواب ان هو يقوم بهذا العمل. هؤلاء الاشخاص الموضوع ده ليس له علاقه بالفتوى، هذا الموضوع هو تحويل استغلال المناخ الديني واستغلال الفتوى الدينيه لتحويلها الى بزنس تجاري، ملوش علاقه خالص بالفتوى الدينيه ولا بالراي الديني ولا بهذه الامور. طب انا هسال حضرتك سؤال، من ادراك ان الانسان اللي هو هيقوم وهيجيب لحضرتك صوره ان هو اصلا مجرم؟ مش مجرم بالظبط، يعني انسان مش مخالف. يعني مين قصده يعني انه ممكن ما قصدت برضو واحد لا تعرفه ولا شفته ولا تسمع عنه وعمل لك عمره، حتى يعني اعتقد اخلاص النوايا ممكن ما يبقاش قوي. انا قلت لحضرتك في بدايه كلامي ان العمل مش مرتبط عاطفيا بيه، حتى العمل الديني يرتبط بالناحيه الروحيه والناحيه الايمانيه ترتبط بالقلب. بالظبط. لما يتحول هذا الى بزنس هات وخد، وده على فكره بالزبط. هو منهج هذه الجماعات، تحويل الامور الروحيه والامور الدينيه الى امور معاملاتيه هات وخد. انت لو فاكر حضرتك من فترة التسعينات انت لازم تسبح 900,000 مرة وبالعدد مش عارف ايه. طب واين تاني مظهر على الجوهر اللي هو الامور كمية؟ هل الامور ليس لها علاقة بالعلاقة بين القلب وبين الانسان وربه؟ بالظبط. ما مدى صلاح الانسان اللي بيعمل له عمرة؟ ما مدى صلاحه؟ زي ما حضرتك قلت ممكن يكون مجرم يا سلام، او سارق، او ممكن يكون اكل مال يتيم، او في ناحية ايمانية في هذا الموضوع بس بيسترزق. لا، في ناحية إيمانية في هذا الموضوع. هل مش من المفروض كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله، مش من المفروض أننا نعظم شعائر الله؟ يعني أن يكون هناك تعظيما لشعائر الله، يعني أن تكون هناك إتاحة بهذا الشكل من السخافة وعدم تعظيم لهذه الشعائر. بالظبط. هذا أمر محرم وذلك أمر محرم في الأمور الشعائرية لابد أن يكون لها نظرا للطقوس الدينية، مكة المكرمة، أن يكون الإنسان موجود في الحرم، الركوع والسجود في الحرم بمئة ألف الصلاة. الجانب وأنا والله حتى لا أميل لنقعد نقول 100,000 500,000، نهاية تقديرات دي للمولى عز وجل، لأنه برضو البعض بياخدها كمعادلة حسابية، وحتى لو كانت فيها حديث أنا مش بنكر حاجة، بس الناس بتاخدها كمعادلة حسابية. أنا هعمل الذنب الفلاني وهسبح 30 مرة سبحان الله، 30 مرة الحمد لله، 30 مرة الحمد، الذنب راح، شكرا جزيلا. رب أشعث أغبر لو أقسم على الله، لا برضه ده رب إنسان بسيط جدا ولا بيقرأ الأذكار ويكون قلبه معلق بالمولى سبحانه وتعالى أكثر بكثير. وإحنا في الحقيقة من الحقيقة في الإيمان الإنسان، إحنا أمة منصورة بالضعفاء، إحنا أمة منصورة بالناس البسيطة اللي بتتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور الإيمانية لا يطلع عليها إلا الله، وهذه الأمور التي ترتبط بعلاقة الإنسان بالمولى سبحانه وتعالى هي أمور لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، صاحب العلاقة بين الإنسان وبين ربه. ولكن تحويل الشعائر الدينية والفتاوى الدينية إلى بيزنس، تحويل الشعائر الدينية وحتى البكاء والنحيب وبعض العبارات إلى لايك وشير وأمور لها علاقة بال بيقول لك أول 500 هياخدوا 35% خصم. يعني هو في الحقيقة يعني أمر مضحك، وإحنا لابد إن إحنا يعني نحذر أبنائنا من مثل هذه الأمور، لأن انتشار هذا النوعية أو هذه النوعية من الدعاء على وسائل التواصل الاجتماعي ووجود متابعين له في البداية بيتكلم في أمور لا ما فيهاش خلاف، يبدأ بعد كده يدخل في أمور زي ما حضرتك بتقول يعبر عن وجهة نظره في الأمور الخلافية، بعد كده يتحول هذا إلى بيزنس. لو حضرتك تتبعت الصفحات بتاعتهم، وأنا يمكن عملت دراسة على حوالي 15 داعية من هؤلاء الدعاء، الصفحات بتاعتهم الموجودة على الفيسبوك،
هناك اختلاف بين خطابه اللي كان موجود في السنة الأولى ولا في الشهور الأولى عن السنة الثانية، في النهاية كله بيتحول إلى بيزنس، بيتحول إلى موضوع. والبيزنس ده الإسلامي له علاقة دايما وأبدا بالحج وبالعمرة والذهاب إلى بيت الله. طب معلش طب آخر سؤال، حاجة عملها الأخ آخر سؤال يعني آخر سؤال، حتى مثلا أنا مثلا نفترض خالتي مثلا مقعدة ومرض ومش عارف إيه ومش عارفة، متهيالي حتى توكيل شخص بفلوس مش شيء يعني يصلح دينيا، يعني ممكن اوكل شخص لو هيعملها لي حتى بره الموضوع ده. حضرتك خالتك لو عايزه تدفع لحضرتك، لو هي غير قادره وعايزه تدفع لك باجر وتدفع العمره وتروح، كل ما اللي هي عملته هذا ثواب سيعود عليها، ولكن هي الخاله او العمه او القريب عارف هو بيوكل بين، عارف ان ده انسان حج او اعتمر من قبل ذلك، عارف هي حره بقى تديها له كمكافاه مش ك مش ك مش ك مش كثمن، يعني مش ثمن المجهود يعني بالظبط. ده بيزنس. لا، وهل هذا هو الطريق؟ يعني النهارده اصبحت السلطات الرسميه بتعمل طريق معين وامور معينه تتعلق بالحج. طب ما هو بعد كده هيجي بعد كده يقول لك طب ما احنا نعمل تطبيق اونلاين بالميتافيرس، وبعد والناس تروح تعمل العمره والناس ممكن تلمس الحرم وتلمس الكعبه وهو موجود ويسعى بين السعي. يعني لابد ان تتوقف يعني هذه الترهات، لابد ان نحترم يعني شعائرنا الدينيه ونحترم الفقه والعادات وان ناخذ الامور عشان الموضوع كمان ما يبقاش عامل زي مندوب شركات السياحه. يعني انا النهارده الشخص اللي بيعمل ده ممكن مثلا تلاقي عنده جدول اسبوع، ولا انا هعمل عمره النهارده لاستاذ حسين، بكره لست ام محمد، بعد اخر الشهر الحج. ومش كده كمان، هي حزبه كمان مع كل الاحترام طبعا، ده مش مقلل منهم يعني. هيكتب ورق ب 100 شخص هيوكلوه، ويعمل عمره واحده، وبعدين يتصور بال 100 ورقه اللي موجوده. تخيل حضرتك 140,000 ب 400,000 مثلا في ساعه ولا ساعتين، يعني هذا بيزنس. ما او يروح بقى يصلي في مسجد قباء، ما هو الصلاه في مسجد قباء ركعتين فيها كعمره، فممكن يروح بقى يصلي 6 ركعات في اليوم. لو هي المواضيع بقى بالحسابات، ما احنا وموجود نص يعني وموجود حديث عن فضل الصلاه في قباء، يعني لا هو تحويل الموضوع لارقام ليس من جوهر الدين. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. الشيخ الدكتور عبد الغني الهندي، عضو المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا.